هن عجائز فوق 60 وفوق 70 من العمر. اتخذنا القرار بمبارحة عجز الأمية، فالتحقن فرادا وجماعات بأقسام محو الأمية، وقبلتهن هدف لا يحيدن عنه، قراءة القرآن حفظه وكتابته. وحال كنا قهم مالو ما نقادي لا عارف لا قرايه لا كتبه لا حيه لا والو. كرم صلاه محمد خشونا دولتنا دارونا المعلمه ديالها توري فينا وتقري فينا وتوري فينا بالحروف توري فينا كي بعد الحمد لله ربي فهمنا عليها شويه رانا نقراو دروك. كنا ما نقراوش ما نعرفوش سماواتنا، واليوم الحمد لله رانا نكتبوا، وان شاء الله اللي وفقنا ربي نكتبوا نختموا القران ونكتبوا الحزب ان شاء الله كامل 60 إن شاء الله يوفقنا ربي وطالت الأعمار. مدرسو أقسام محو الأمية بولاية البياض يجدون متعة خاصة في الأخذ بأيدي هاته السيدات نحو تحقيق حلمهن. الوافدين إلى أقسام وفصول محو الأمية وتعليم الكبار هدفهم الشاغل وأمنيتهم هي تعلم القراءة والكتابة، وتختلف الأمنيات، منهم من يسعى إلى أن يرقي من مستواه، ومنهم من يسعى إلى تعلم الخط والكتابة فقط. تذوق طعم التعلم يفتح شهية المتعلمات على المزيد وعلى أن تشاركن غيرهن مغامرة التعلم. ونوجه الرسالة اللي ما مش يقرأوا ما تخافوش، قراية سهلة تعلموها، وماذا بكم قاع تقراو قاع اللي راكم قاعدين في الدار ماكمش تقراو قاع قراو قاع تعلموا، وهذا جهاد هذا جهاد القراية جهاد، جاهدوا والعلم قاع ما فيهش نهاية والحمد لله. وإحنا الحمد لله كنتشوفوا فينا هذا الخط تاعي راني الحمد لله رانا تبعنا ورانا زدنا نتعلموا ولينا ما نقزوش الصدر ولينا نكتبوا عادي الحمد لله ننهجوا نقراوا نكتبوا. بين التعلم والجهل مسافة إرادة وعزيمة، فكم يعجز دونها متخاذل وكم يبلغ منتهاها صاحب همة.